هذه الشيء لأهداء من أم العروسة وأخواتها إلى العروس هدى. الآن وحصل لولشن يوم أحضرت زين القباي ورقص العيونها عشر وثماني شيخة الغزلان متعبت على صايل أشرقت مثل القمر بين الغواني أقبلت عروسنا والشك زايد بالبخور وبالعطور وبالتهاني جاتهم هدات بختار وتمايل كل خطوة في شموخ وفي تفاني لالش اليوم أحضرت زين القباي ورقص لعيونها عشر وثماني شيخة الغزلان متعبت على صايل أشرقت مثل القمر بين الغواني الخشم والعين والمبسم هواي والدلع والحزن فيها شي ثاني ترفت تعطيك الدلايل كأنها وردة من الأغصان باي بنت بوها حركة سبى الجماي صنها الكريم ولن قدرا وجاي أخوانها بفعلها النماس طاي عبد الرحمن ريف العرب طيب المجان أمها تركية بنت أهل الفعاي أما عبد الرحمن ما يغيرها الزمان والخوال ونعم ذربنا الخصاي لابت المجلاد وعز الكل عاني ربعها شعوراها مشعلت الفتايل والفخر والطيب في كل شعطاني عبد الإله وصيك في أم الجدايل أنطها فالقلب من بين المحال هداها اللي زينها ماله مثايل العروسة اللي لها قدر ومكاني أقبلت عروسنا والشك زايل بالبخور وبالعطور وبالتهاني جاتهم هدات بختار وتمايل كل خطوة في شموخ وفي تفاني لالش اليوم أحضرت زين القباي ورقص لعيونها عشر وثماني شيخة الغزلان متعبت على صايل أشرقت مثل القمر بين الغواني الخشم والعين والمبسم هواي والدلع والحزن فيها شي ثاني ترفت بالزين تعطيك الدلايل كأنها وردة من الأغصان باي بنت بوها الحرة كسب الجماي صمها الكريم ولن قدرا وجاي أخوانها بفعلها النماس طاي عبد الرحمن ريف العرب طيب المجان أمها تركية بنت أهل الفعايل أما عبد الرحمن ما يغيرها الزمان والخوال ونعم ذربنا الخصايل لابت المجلاد وعز الكل عاني ربحها شعوراها مشعلت الفتايل والفخر والطيب في كل شعطاني عبد الإله وصيك في أم الجدايل حطها فالقلب من بين المحال هداها اللي زينها ماله مثايل العروسة اللي لها قدر في عالم الصوتيات ليس